الصحية، ولكن أكيد مكملين معاكم في فقرة دقيقة يا شباب، ومعلومة جديدة في معلومة اليوم مع مهارات الصوت والمدرب عادل بربع. خلونا نشوفها. طبيعي جدا احنا لما نتكلم كلامنا او صوتنا بالاصح بيكون تابع لنفسيتنا. خذ هذه القاعدة، صوتك كاشف لنفسيتك. انت لما تكون بنفسية رايقة صوتك راح يكون رايق، عندما تكون مبتهج تحس سبحان الله الصوت مبتهج، حتى اصحابك لما بيشوفوك وانت تتكلم يقولوا لك يا هو باين عليك انك انت جاي من جو فيه روقان. والعكس لو كنت تتكلم في التليفون الطرف الاخر بيحس اذا كنت انت متضايق، يقول لك سلامات انت متضايق، يقولوا لا ما بيه شيء، يقول لك الا متضايق. وهذا معناه ايه؟ معناه انه صوتك فعلا كاشف لنفسيتك. لذا احنا عندما نحتاج ان نتكلم امام الاخرين، امام جمهور، امام مناسبه، انتبه لهذا الامر. لا تخلي النفسيه ظاهره، خاصه اذا كنت ما تريد ان تظهر هذه النفسيه، اذا كنت متضايق او حزين او متوتر، لابد انك تعمل فاصل، بمعنى اعمل جزئيه استرخاء، ابدا استجمع النفسيه المطلوبه عند الالقاء. بمعنى اني انا لما اتكلم في شيء في ابتهاج، في نوع من الترحيب، لابد اني اجمع هذه النفسيه واقول لهم اهلا بكم، مرحبا بكم، ابتسم. بالصوت أستاذ عادل بربع على هذه المعلومة المهمة جدا، ونحن أكيد مشاهدينا مكملين معاكم والتفاصيل بعد الفاصل. السعودي عنوان أول أعمال بيان عامر الفنية.